يقول هذا للناس ويتكلم الشيخ ابن هادي الشيخ عبدالله البخاري هو الشيخ هو خاص بمحمد الشيخ ابن هادي ولا الشيخ البخاري هذا تكلم الناس في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما هم بالسحر والكهانة والكذب وإلى آخره بارك الله فيكم وحاربوا أئمة الإسلام أئمة السنة على ابتداء التاريخ فهذه سنة الله هذه سنة الله في عباده أن من سلك طريق الحق وسلك الصراط المستقيم لا بد له من الأعداء والشيطان يؤز هؤلاء أزا ويدعوهم إلى محاربة الحق وأهله وما ترتفع درجات هؤلاء إلا بصبرهم على الأذى الرسل أوذوا قالوا ونصبر على ما أذيتمنا والله فيتوكل منا قالوا من أنتم إلا بشر مثلنا قالوا نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده ونصبرنا على ما أذيتمنا والله فيتوكل منا فنال على محمد هادي وغيره والبخاري وربيع وغيرهم الناس يتكلمون فيهم بالباطل والظلم والافتراء بارك الله فيك ما تركوا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب وغيرهم 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 من أمة الإسلام ما سلموا من الكلام كيف أنتم تجهلون هذا حتى تسألوا هذا السؤال بارك الله فيكم فنحن ننصح هؤلاء الذين يتكلمون في فلان وفلان 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 أن يتقوا الله في أنفسهم هؤلاء الذين يطعنون في محمد هادي والبخاري يدعون السلفية يدعون السلفية ويطعنون في ربيع أيضا يدعون السلفية وهم حرب والله على السلفية وعلى أصولها وعلى منهجها ويتسترون بالسلفية ليتمكنوا من تضليل عباد الله تبارك وتعالى وصدهم عن صراط الله المستقيم نسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحورهم ويشفع كيدهم عن الحق وأهلهم.